قامت المنتخب طلعت وساندت المنتخب بشكل كبير وشكل محترم. فاعتقد ان رمضان صبحي رغم صغر سنه الا انه عقليته بقت حاجه كبيره جدا وحاجه تفرح، ومساندتك لزمايلك ولعبتك في نفس الوقت اللي انت مش موجود فيه دي حاجه تكبرك. يعني عايز اسمع منك، يعني اكيد انت ما كنتش سعيد بعدم اختيارك للمنتخب، لكن مساندتك للعيب وزعلك على خساره منتخب مصر امام جنوب افريقيا اكيد زي ما انا قلت ده شيء بيزود من رمضان صبحي مش بيقلل منه خالص، وفي نفس الوقت بيكبرك عند كل الجمهور المصري اللي قال رمضان صبحي لو كان موجود كان عمل الفارق مع منتخب مصر. لا طبعا الواحد طبعا اكيد كان نفسه يبقى موجود ومتواجد، بس خلاص انت ما اخترتش ده، يعني قدر من عند ربنا، فخلاص صح. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا لازم اساند المنتخب، الجهاز باللعيبه، يعني مش لعيبه بس اقول انا هساند اللعيبه عشان الجهاز ما اختارنيش فما بساندش الجهاز، لا خالص. الجهاز طبعا كنت انا في الاول خالص خلاص ما كانش عندي مشكله خالص معاهم، هو دي وجهه نظرهم الفتره ديت، ممكن يكونوا مش محتاجين رمضان صبحي، ممكن الفتره الجايه ان شاء الله انضم، فما كانش عندي اي مشكله خالص في النقطه دي خالص. يعني قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله الفتره الجايه منتخب مصر واللعيبه اللي كانت موجوده ترجع اقوى واحسن، ونحقق ان شاء الله الجمهور الشعب المصري كله عايزه الفتره اللي جايه ان شاء الله. هاخدك